شغلي لحتى ينتزع كل شيء. اليوم انتي قدرتي انك تقشري وتقطعي المانجا بسرعة، بس يا ترى انتي هلأ كيف رح تقدري تعملي عصير المانجا اذا الخلاط انتزع؟ رح تضطري تدفعي مصاري كتير لتقدري تجيبي خلاط جديد. قد ما حاولتي تكوني شاطرة فأنتي دائماً بتعملي شي صغير بيقوم بينتزع كل شي. لاكشمي ليكي، كل شي حيكون منيح. ليش هيك حماتي غريب؟ بظن إنه الخلاط انتزع. حماتي، شو رح نعمل؟ كيف رح نعمل عصير المانجا؟ هاي نتيجة إنك ما تكوني قاسية مع كناينك. شغلك ما رح يخلص إذا معنك قاسية. أنا طلبت بأسوة من دورجا إنه تتأكد إذا الخلاط شغال ولا في عطل، وهلأ شوفي هاي هي النتيجة. إذا كنتي قاسية فما في مجال للغلط، لهيك هلأ خلاط دورجا عم يشتغل بشكل كتير منيح، وهلأ أكيد الفريق تبعنا رح يقدر يخلص الشغل على الوقت. شو؟ بنتي شو رح نعمل؟ عمتي، لما دورجا تخلص تحضير العصير لميتين وخمسين طفل أعطيني الخلاط لأعمل العصير لميتين وخمسين طفل الباقيين. بترجاكي لو سمحتي أعطيني الخلاط. ما بدي هدنك الولاد يتعذبوا بسبب المنافسة بيناتنا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.